تنين بأربعة آب بسكاي بار إيفنت كتير مهم هاد كاندي هيدي البروشور لفرجيكم إياها وشوفوا أجواء سكاي بار كيف رح تكون بأربعة الشهر ولكن الأهم من كل هيدا هو ريع هالإيفنت أو هدف هالإيفنت وهو التوعية لسرطان الثدي هالموضوع اليوم رح نحكي مع ضيوفنا واللي حلو كتير أنه عم بيشجعونا ويخبرونا أنه بالمجتمع اللبناني التابو كتير نفك نوعا ما أكيد بعد عنا شغل ولكن الشغل وصل لخطوات كتير متقدمة لأنه نقدر نعرف شو ما هي هالمشكلة وكيف فينا نقدر نكتشفها بكير لأنه الشفاء منها هو شفاء كلي معنا بستوديو سيد ريما دندشي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك حضرتك من أو رئيسة ميجر لاد أورغنايزيشن معنا كمان السيد جاد مسعد أهلا وسهلا فيك فاوندر لفلير ماجازين هلا نحن كي عنا وعن اشتراكها بهالتوعية ومعنا سيدي ليلى عجم أهلا وسهلا فيك مشهورة ليلى عجم بقدي هالروح الحلوة سيرفايفر من بريست كانسر حضرتك وقدي قدرتي توصلي للمجتمع اللبناني وبلك العربي كمان هالروح القوية وهالإسبري الحلو بناخد منك كتير من الدعم للحقيقة سيدي دندشي خبينا شوي عن الأورغنايزيشن الأورغنايزيشن سميناها ميجر لاد فاونديشن فور كانسر بعد ما بنتي توفت ببرست كانسر الهدف الجمعية أنه خلال فترة مرض ماي لاحظت شغلة كلفة العلاج قد عالية وبما أنه الكانسر مرض بيصيب عائلة وما بدنا نتخبى وراء أصبعنا مكلف جدا قررنا نأسس هالجمعية باسمها هدفها مساعدة المحتاجين اللي ما معهم يدفعوا كلفة العلاج نتكفل إذا عندهم ضمان نتكفل بجزء ما عندهم ضمان والمساعدة بتصير من خلال المستشفى دغري عنا هلأ لحد هلأ شي 180-190 مريض بأربع مستشفيات بلبنان نتعامل معهم وشغلة مهمة إنه هالمرضى بدهم متابعة مش عم بيفوتوا يعملوا عملية زايدة ويطلعوا عنا منهم لهم 3-4 سنين لذلك منتكل على المساعدات جمع التبرعات نعم فلير ماجازين حطت هالكفر بيوتيفول بيبل ليلى عجم هيدا هو الكفر هالشهر يعني ابسولوتلي هي فلير فصليه سو هيدي الايشو على 3 شهور الفرونت كفر مسز ليلى بيوتيفول بيبل للحقيقه ورح شوف مع ليلى عجم قد ايه صارت هي احلى بعد والحياه احلى بعيونها اهلا وسهلا فيك مره جديده مدام عجم خبرينا شوي هالخبره يلي صاروا كثير من الناس يعرفوها وبنعرف قد ايه قطعتي فيها والحمد لله يعني خلصتي من هالمشكله ولكن مش خلصنا وخلاص وصحينا وكتر خير الله ضليتي متابعه وناشطه بهالمجال بتعرفي لاني انا انصبت فكتير عرفت قديش شغلي كتير صعبه فبقدر حس مع الناس اللي معهم بريست كانسر او اي كانسر فبعتقد يمكن الله بعتقد الله جابني على هالدنيا لحتى انصاب فيها مع انه انا كتير فيري هيلثي وما عندي حدا بالعائله مريض وكتير بنتبه لحالي ورياضيه ويلي بدك اياه فكانت كتير غريب انه انا يصير معي بريست كانسر فالله يمكن بعت لي لأن أنا شوي جريئة بقدر أطلع وأحكي وما حسيت إنه هذا شيء عيب أو شيء غلط إنه هذا اللي صار معي فطلعت وحكيت وهيك فكل الناس إنه كتير هي عيب ولا وما بيصير وقولي عندك حبة وتخبي وأهلك بأمريكا روحي لعندهم وكذا قلت لي إنه هيك الله رايد لي فطلعت وحكيت ولدرجة لحدود اليوم ببقى عم بمشي بالطريق بيطلعوا فيه الناس بيقولوا لي نحن صار معنا بس لما بنطلع فيك وبنشوف انت بناخذ القوه والدعم وصرنا بنروح على اشغالنا وبننتبه لاولادنا وبنكفي حياتنا وما بنعتبر حالنا بدنا نموت بس كثير ناس انه هيك بيصير معهم بس بنفس الوقت في كثير ناس كمان بتخاف
بخاف روح انفحص ليكون معي هيك عندي حدا بالعائلة. هيدي بحسها شوي تأخر انه الواحد يقول كلمة بخاف، بعد ما بطل حدا يخاف، كل شيء له علاج بيمشي الحال. مدام دندشي بفضل ما اعرف كلمة بنسمعها كتير معها حق مدام عجم، يعني عن جد انه في كتير اشخاص بيقولوا ما بدي اعمل هالديتكشن لانه اصلا ما بدي اعرف شو عم بيصير، بس حتى لو كان اوقات يمكن المشكلة متقدمة، لما بنعرف شو عم بيصير في كتير اشياء بدنا ننظمها بالحياة قبل ما نتركها كمان، يعني بكل جرأة مفروض نكون عم تعمل بعد الموضوع. بعتقد يمكن انا بعرف من الاكسبيرينس تبعي مع بنتي، بنتي مرضت 5 سنين وكانت صغيرة وتوفت ولادها صغار، يعني 6 و7 عمر ولادها. وقت عرفت هلا طبعا انهارت اول شيء، بعدين كانت مثل ليلى، صارت قوية وقد حالها وجابهت والله يعطيها العمر لليلى. بنتي عاشت 5 سنين بعد، بس ما في شك أواها، يمكن الصدمة انهارت أول شيء أكيد، بس يمكن الصدمة بيطلع ما في مهرب، بس إنه شغلة ما أنا بتخوف أكيد. يعني جاد خلينا نحكي شوي عن الايفنت. الايفنت نحن فلير حبينا نعمل مثل سي اس ار اكتيفيشن، كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، نعطي شيء للسوسيتي. بما انه البرودوي تبعونا اي لاف فلير از ديديكيتد للنسوان وبتحكي كل شيء عن عالم النساء مبدئيا اكثر شيء، حبينا نكون اقرب للكوس تبع بريست كانسر ونعمل شيء كمان بفيد السوسايتي. سو حبينا نعمل الايفنت بسكاي بار التنين 4 اغسطس، هيدا التنين الجاي. جايبين هات كاندي من المينستري اوف ساوند من لندن ليعملوا بيرفورمانس حلوه، عاملينها 100 دولار اوبن بار. رح يكون عنا عدد كتير اكيد عالم بيجوا بحبوا يجوا على سكاي بار، اتس ا جود بليس. كل الرعاية اكيد تبع الايفنت رح يروحوا للميجر لاد فاونديشن، لفيرفاس فاونديشن والناشونال فاونديشن تبع البريست كانسر مع ايو اتش. دكتور ناجي الصغير بنقول له هلو. بيسكلي كمان حبينا نحطه اندر ان انتيتي ان امبريلا نسميها الميشن، نعطيها اسم حلو. بريست كانسر عنده افانتاج مع انه مثل ما قالت مسز ريما بيضرب العائلة وبيأثر مش بس على البيتشنز، كل العائلة بتسخن معه، بس عنده أفانتاج صغير المرأة فيها يعني تكتشفه على أبكر وقت. في سلف إكزام فيها المرأة تعمله برايفتلي عندها بالبيت، تشوف إذا في شيء غريب، مبين شيء غريب أو حاسة بإحساس غريب، وبيصير في early detection. غير السكرينينج السنوي يعني أكيد definitely. الدكتور عنده أكيد شغلته professionally، بس in the shower أو when she's private she can check herself out، فيها تعمل exam لحالها، لأنه أبكر وقت فيها تكتشفه عنده فرصة أكبر أنه تقتله، to kill it, to fight it and to beat it. So مشان هيك سمينا كل المشن تبعيتنا beautiful if you check yourself out promoting self-exam، حتى على صحة السلامة every now and then فيها المرة تعمل الإكزام لحالها. The earlier she detects it, فيها تروح عند الحكيم تبعولها to do something about it. لأنه كمان هيدا step في كتير نسوين بيكتشفوا شيء وما بيحبوا يخبروا الحكيم عنه أو بيصيروا يأجلوا. هيدا التأجيل له نسبة كتير مرتفعة، لأنه في كمان نوع breast cancer بيكون invasive، بيكون سريع جدا. بقى كمان سرعة الأكشن كتير مهمة. جاد كثير يعني نايس بالموضوع، محمس على الموضوع لأنه كل الكيسز اللي عم بيصيروا It's all about early detection. ليش تنندم يعني ليش على شيء كنا قدرنا يعني حققناه قبل وخلصنا حياتنا قبل. عندك شيء تزيدي؟ ايه لانه بدي اقول كمان هلا صحيح كل اللي عم بيقوله كثير مزبوط، بس مثل حالتي انا حتى لو انا دسيت صدري او شيء، وانا بصراحه كنت عند الحكيم ودسني الفحص السنوي تبعي، بس انا تبين بالالترا ساوند، يعني لانه الكانسر تبعي كثير نادر، هو عايش بشرايين صدري ما بيقدر الواحد يدسه ولا يحسه، فبين بالمكنه. فمشان هيك اتس ماست انه الواحد ينفحص بالسنه مره، مش غلط ابدا. بين السكرينينج والثاني الفحص الشخصي، انا عم بحكي الاكسبيرينس، ولكن السكرينينج ضروري 100%. هيدي صحيح مثل ما عم بيقول انه انا كنت سويها بس الحكيم بنفسه ما حس. فالماموغرافي والالترا ساوند كثير مهمين. مدام دندشي، ميجلاد فاونديشن بتهتم طبعا بالامور الماديه وبتهتم بامور التوعيه مثل ما فهمنا. التوعيه ايه بس جروب سبورت لا.
في فرفاش تتعامل مع الجروب سبورت. التوعية عنا حملة نتعامل مع وزارة الصحة كل سنة بأكتوبر. وعنا السنة بروجرام نحن وفرفاس بالمدارس صفوف الترمينال لنقدر نعمل مش حملة هن يساعدوا لنشوف شو ممكن يقدموا من توعية لهالصفوف هدول هاللي ليتر بصيروا أمهات يعني لشباب وبنات. مش هيك السنة هالحملة عاملين حملة توعية بس نحن المين تبعنا مادي. مدام عجم يعني كنت عم قلك قبل الهوى بعده هالشي تابو لقرفت الفكرة انه لا مع الوقت عم بتشوفي انه بطل تابو او على القليله نسبيا بطل تابو. بس بتعرفي ما في قاعده لشيء لانه في ناس بتشوفيها عن جد بتروح بتنفحص وبتساوي وفي ناس بتكون متعلمه وفهمانه وبتستغربي انه هن مش عم ينفحصوا بتطلع فيهم انه معقول انت كل شيء بتفهموا انه ما بت... لا لا شو بدنا ما حاسين بشيء لشو بدنا نروح مثلا هاي بقلوها. طب هيدي كيف بتفرشوا سنينكم كل يوم كيف بتمشطوا شعراتكم هيدي من جمله بتسووها واجب يعني انه ايه لا هي صحة يعني ضروري انه ينعمل ما في مهرم انه خلينا ناخذ برومو عن الايفنت ونرجع. You can beat breast cancer if you check yourself out. Open your heart. BEATISUL presents Head Candy on August the 4th, live at Sky Bar. Explore the funkiest and trendiest in house music with DJ Phoebe, Lisa Marie, and Dax on sax. Open bar tickets for $100 available at Virgin Ticketing box office. شو بدك تخبرنا كمان جاد عن الايفنت؟ بدنا نخبركم انه هيدا التنين هيد كاندي رح يكونوا بسكاي بار 100 دولار البيي دونتري اوبن بار. فيهم يجيبوا التيكتس تبعهم من فيرجن تيكتينج بوكس اوفيسز وفي برايزز كثير رح نعطيهم بالايفنت او على الباب او على الباب كمان ديفينتلي. في عندنا هدايا كثير رح نعطيهم بالايفنت. رح نعطي سياره قيمتها فوق ال 20,000 دولار جولري هاي اند جولري هاي اند فاشن كمان كوتور و a lot of prizes. It will be a fun night. We're fighting breast cancer positively. We're gonna have fun basically. وبعدين يلي بده يدفع المصاري بده يكون كتير حاسس حاله مبسوط ومرتاح لأنه عارف هدول مصريات وإلهم كوز كتير حلو. منا بينبسط وبيشوف الناس مبسوطة ومنا عم بيريح غيره ويبسط غيره. قد ايه صار لها مجلات organization موجودة؟ توفت مي بال 2005 أول سنة. عمل بعد 6-7 شهور 2005 جون. من وقتها لهلأ حاسة في تجاوب أكبر يعني حاسة أكيد أنه صار في توعية أكبر بس حاسة في تجاوب أكثر من الأشخاص الحقيقة مثل ما كانت عم تقول ليلى المنظام بدون ما تطلبي منه بيدفع. المانو منظام إيه هذا ما بيصير معي بيصير مع غيري طيب أي يعني الإنسان هيك. ما في شك انه هلا الوضع المادي تبع كل الناس من شايف كمان يعني قديه ممنونينه لجاد لانه الطلب كبير بعدين السن عم بيصغر المصابي صح والطلب كبير ما فيك تقولي يعني ما بقدر اقول لحدا اخذه على ضميري يقول له لا. فايفنت من هالنوع كثير مهم بس كمان المساعده فيها تكون اكبر يعني واكبر بال قديش بمبلغ صغير ممكن واحد يساعد. هلا وقت تحسبيهم بحلا يعني الناس المهم بعدين لسه نحن ما عندنا كافي حس العطاء جد يعني مشان هيك بتشوفي برمضان بالاعياد بتزيد بس اثناء السنه مش لازم تكون كمان موجوده. اهلا وسهلا فيكم نرجع نسكر بالموعد لكن بسكاي بار التنين بأربعة شهر اوبن بار ب 100 دولار ممكن تكونوا عم تساعدوا سيده لانها تتخلص من البريست كانسر. اهلا وسهلا فيكم اهلا مشاهدينا واقفين هلا ومنتابع لايف.